أنا أعتقد بأننا أمام علامات حرب عالمية ثالثة في ظل ما يجري هنا. نتأمل أن تبقى في إطار الحرب الباردة الثانية، لأن الحرب العالمية الثالثة أعتقد عنوانها الأهم سيكون حسب الموقف الصيني. إن قامت بكين في انتهاز الفرصة كما لمح متحدث عسكري صيني بأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين الأم، كما هي نفس المنطق الذي يقوله بوتين روسيا الأم والوطن الروسي، وكيف أن أوكرانيا كيان بشكل أو بآخر قال أنه مصطنع. إن قامت القوات الصينية باحتلال تايوان بمعنى يتجاوز الطلعات العسكرية، يتجاوز القطع البحرية، ولا يأبه بإرسال بايدن لوفد يؤكد تضامنه مع تايوان، هنا نحن نقف بالفعل أمام خطوة واحدة من الحرب العالمية الثالثة. الآن ما يتم هو الفرز، هو استعراض القوة، يظهر الجبروت المالي الأوروبي الأطلسي، يظهر أنه باستطاعته خلط الأوراق وإحراج بوتين، لأن بوتين إن وقع في حرب استنزاف هو الخاسر، لأن الضغط الاقتصادي داخليا، تأثر الروبل، إضافة إلى الحصار الإعلامي الذي واجه الآن العالم، يستمع إلى حد ما بعض من الرواية الروسية. إن تم تهديد الأوروبي تنفيذه بمعنى منع قناة روسيا اليوم، شبكة روسيا اليوم بأن تبث، وهي تبث بعدة لغات منها على الساحة الأوروبية، هذا يعني أن العالم سيستمع إلى صوت واحد فقط، وبالتالي سيخسر بوتين المزيد من الرأي العام العالمي، سيخسر مزيدا من التلاحم الوطني في داخل روسيا بدعمه في هذه الحرب، ومجرد سقوط ضحايا سواء عسكريين أو مدنيين من الجانب الروسي أو الأوكراني، في كل الأحوال هذا عامل ضغط على بوتين، وبالتالي لا أعتقد أن بوتين سيقع في هذا الفخ، سيقوم بحسم هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، لأنه يعلم أن الوقت ليس لصالحه.